أهلا يا جماعة، الفيديو بتاع النهاردة هو الجزء الأول من مجموعة فيديوهات هنتكلم فيها عن الذكاء الاصطناعي أو الـ Artificial Intelligence أو الـ AI والتكنولوجيات المكملة ليه زي الماشين ليرنينج اللي بنسميها ML أو الديب ليرنينج اللي بنختصرها BDL. هنشوف إيه علاقتهم مع بعض وإيه الفروقات بينهم، وهنشوف مثال عن ازاي كل حاجة منهم بتشتغل وايه الفرق بين طريقة شغل كل واحدة والتانية. فزي ما احنا شايفين في الصورة ان احنا عندنا الـ AI ده يعتبر مصطلح عام وبيندرج تحته نوعين تانيين من التكنولوجيا. اول واحد هو الماشين ليرنينج الـ ML، وتاني واحد هو الـ Deep Learning الـ DL. طبعا الـ AI ده هو المصطلح الأعم والـ DL ده هو المصطلح الأخص أو المحدود. فزي ما احنا شايفين التلاتة تكنولوجيا دول مرتبطين ببعض بشكل نستد، بحيث ان كل واحد منهم يعتبر فرع من الفرع اللي قبل. هنبدأ نشوف كل واحد من دول بالتفصيل ونشوف ايه هو ونعرف طريقة استعماله. هنبدأ بالـ AI أو الـ Artificial Intelligence. هنشوف ايه هو الـ Artificial Intelligence وايه اهميته، وهنشوف example عليه. احنا لو جينا دورنا في النت عن التعبير بتاع الـ Artificial Intelligence هنلاقي تعريفات كثيرة جدا. احنا اخترنا ثلاث تعريفات ليه وقلنا هنتكلم عليه. اول تعريف بيقول لك ان هو any technique enables the machine to mimic the human behavior. اي تكنولوجيا بتمكن الآلة ان هي تحاكي او تقلد التصرف البشري او السلوك البشري. الـ AI ده بيعتبر برانش من الكمبيوتر ساينس، فرع من علوم الكمبيوتر، بس بيركز على ايه؟ فوكس على الكرييشن بتاع الانتليجنت كمبيوتر بروجرامز، ان احنا نعمل كمبيوتر بروجرامز ليها مواصفات الانتليجنت، ان هي تقدر تسينك تفكر وتشتغل او بتعمل زي البشر. ويعتبر هو انكابسوليت برودو سيت اوف ساينس، يعني هو بيجمع معاه علشان اقدر اشتغل في الاي اي ده لازم اكون يكون معايا تيم من الكمبيوتر ساينس والماثيماتكس والانجينيرنج وساعات كمان الميديكال، فهو بيجمع مجموعه من العلوم اللي لازم تكون يكون خبراتهم كلها داخله معايا في تصميم الـ AI او الـ Artificial Intelligence System اللي انا هعمله. دلوقتي هنشوف ايه هي اهميه الـ AI. اهميه الـ AI بترجع لان هو ممكن يساعد الانسان في كتير من الوظائف اللي ممكن تكون ممله ومتعبه بالنسبه له وبتاخد وقت ممكن استغلاله في حاجات تانية، زي مثلا الوظائف اللي بتحتاج اعمال متكررة كتير، يعني هننقل مثلا بعض البضائع من العنبر ده للعنبر ده بشكل مستمر، فممكن نبرمج الانسان الالي او الماشين ان هي ممكن تقوم لنا تنفذ لنا مهمة زي دي. لو في اعمال مثلا بتحتاج ان مجهود بدني ضخم ممكن يكون الانسان العادي ما يقدرش عليه، فبرضه ممكن يتبرمج بعض المكن زي الروبوتات ان هم يقدروا يعملوا المجهود ده وينقلوا الالات الكبيره اللي ممكن بتكون بنستعملها في المصانع او في المعامل المختلفه. برضه ممكن يستعملوا في الاعمال اللي هي بتكون محتاجه وقت طويل تو ستي او تو ويت، يعني بتبقى محتاج ان انت تتابع وتفضل وقت كتير منتظر حاجة معينة تحصل عشان تبدأ تعتمد عليها ان انت تعمل حاجة تانية. فدي طبعا ممكن بتكون فيها عطل البشر في حاجات كتير، فبرضو بيعتمدوا على الروبوت او الانسان الالي في الاعمال اللي من النوع ده. نشوف كده اكزامبل عن ازاي ممكن نستفيد بالانسان الالي في بعض الحاجات اللي موجودة في المصانع. فلو احنا عندنا مثلا اكزامبل زي ده، عندنا الاكزامبل ده بيمثل ايه؟ عندنا ده مصنع فصل وفواكه. عندنا بتجي لنا سله في الاول، السله دي فيها مجموعه مختلفه من الفواكه، زي عندنا موز وابل وأورانج. كل فاكهه من كل ثمره مكتوب عليها ليبل باسم نوعها، يعني
التفاحة مكتوب عليها أبل، والموزة مكتوب عليها بنانا، والبرتقالة مكتوب عليها أورنج. إيه اللي بيحصل؟ إحنا دلوقتي عايزين نسير كل الفواكه اللي عندنا دي تنزل من الباسكت الكبير اللي هي مترتبة فيه عشوائي، تنزل على السير ده. السير ده مرتبط بمكنة زي ما احنا شايفين. المكنة دي المفروض ان هي تاخد الثمرة، تقدر تتعرف عليها هي ايه الثمرة دي، وبعدين تبدأ تحطها في تفصلهم بقى، تبدأ تحطها في الباسكت الخاص بيها، تاخد التفاحة من هنا تحطها في الباسكت بتاع التفاحة، والبنانة تحطها في باسكت البنانة، والأورنج تحطها في باسكت الأورنج. فازاي ممكن الذكاء الاصطناعي يعمل الموضوع ده؟ احنا بنعتمد هنا في الذكاء الاصطناعي اللي هو الذكاء الاصطناعي البيور اللي مش بيتدخل فيه التكنولوجيات التانية، ان احنا بنعمل زي برنامج ندمجه في المكنة بتاعت الذكاء الاصطناعي او الروبوت اللي هو احنا هنستعمله ده. المكنة دي هتبقى فايدتها ان هي هتتعرف على الابل دي او اي نوع من الفاكهة، هتقرا ايه اللي مكتوب عليها فتعرف اسمها، وهي متبرمجه ان لو اسم الفاكهه دي مثلا ابل فانت هتحطها على الباسكت اللي على بعد مثلا متر منك، فتبدا تاخد الابل وتبقى تروح للباسكت اللي على بعد متر وتحط فيه الثمره. لو هي اورنج فانت هتحطها على الباسكت اللي على بعد نص متر، فتبدا تاخد الاورنج وتحطها في الباسكت دي. لو هي بنانة هتروح على الباسكت اللي هي على زاوية 45 دي وتروح تحطها فيها. فده وظيفة البرنامج، ان هو يقدر يتعرف على نوع الفاكهة بين اللاصق اللي موجود عليها، ومن خلال البرنامج يبدأ بعد ما اتعرف عليها يبدأ يفرزها ويحطها في الباسكت المناسب. هيتعرف ازاي على نوع الفاكهة؟ احنا هندخله له عن طريق ايه؟ عن طريق سكانر. في هنا سكانر هيبدا يعمل اسكان للاصق اللي موجود او للليبل اللي موجود على كل ثمره، والصوره اللي هيلتقطها دي يبدا يدخلها للبرنامج. فهو البرنامج يقدر يتعرف الصوره دي صوره لاصق ابل، فيعرف ان الفاكهه دي ابل، فيبدا يتعرف ان الفاكهه دي هيحطها في الباسكت بتاع الابل، ويعرف يتعرف على كل نوع من انواع الفاكهه ويحطه في المكان بتاعه. دي كانت امكانيات الارتفيشال انتليجنت اللي هو البيور. من طبعا الارتفيشال انتليجنت ده مصطلح معروف من اوائل الخمسينات تقريبا، وتقريبا لغايه اوائل الثمانينات كان هو ده الاسلوب اللي احنا بنشتغل بيه، او هو ده الاسلوب المتعارف بيه كتكنولوجيا للارتفيشال انتليجنت. لان اي حاجه كانت عن باقي التكنولوجيات المرتبطه بيه زي الماشين لانجويج الماشين ليرنينج كانت لسه كلها ابحاث وما كانتش اتنفذت لسه ليها حاجه على الواقع. نشوف بقى الثوره اللي هتحصل مع الماشين ليرنينج، وايه التطور اللي ممكن في اكزامبل زي ده لما نطبقه بالماشين ليرنينج ازاي ممكن يفيدنا. نخليكم معانا نشوف الجزء الجاي. كده احنا نكون اخدنا فكره عن الاي اي، وهنكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله الكلام عن الماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الموضوع كان مفيد بالنسبه لكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام. لو انت معانا دلوقتي ولو الفيديو عجبك يا ريت ما تنساش تسجل اعجابك بالضغط على زرار اللايك او بترك رساله، ولو انت جديد معانا ما تنساش تضغط على زر السبسكرايب للاشتراك في القناه. لما تشترك في القناه هيصلك فيديو او اكثر اسبوعيا من نوعيه الفيديوهات. اخيرا شكرا على المشاهده والدعم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.